برز في الطب والفلك والرياضيات، أطلق اسمه على أفوهات بركانية على سطح القمر. إنه العالم المغربي أبو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المعروف بابن البناء المراكشي. ولد ابن البناء المراكشي في مدينة مراكش المغربية عام 1256 للميلاد. كان متفننا في علوم جمة كالتنجيم والعلوم الخفية والفقه. عاصر الدولة المرينية وقضى معظم حياته بمراكش. أسس ابن البناء المراكشي مدرسة علمية مهمة في المغرب، انكبت مختلف جامعات العالم على مدى قرون على تدريس مؤلفاته وشرحها وتداولها. كانت لابن البناء المراكشي حظوة لدى ملوك الدولة المرينية في المغرب، إذ استقدموه إلى فاس مرارا. اشتهر بالاعتماد على الأرقام الهندية، كما اشتهر بالجوانب التطبيقية في علم الحساب والموسيقى. ترك لنا ابن البناء المراكشي 82 مؤلفا، كان أكثرها في علم الحساب والرياضيات والهندسة والجبر والفلك والتنجيم. نذكر منها على سبيل المثال للحصر كتاب تلخيص أعمال الحساب، وقد ظل الغربيون يعملون به إلى نهاية القرن 16 الميلادي. قضى ابن البناء المراكشي نحبه في مدينة مراكش عام 1321 للميلاد،